طيب نكمل يا باشمهندس. فهنروح بقى يا باشمهندس ايه، نفك الحل كده ونروح نعرف شويه قطاعات اعمده. خلاص، فهتيجي كده تقول له ايه سيكشن بروبرتيز فريم سيكشن، هناخد كوبي بقى عشان ايه ناخد الخصائص ايه منه، اد كوبي عشان انت معرف طبعا ايه الخصائص طبعا والموديفاير وكل حاجه، فما تعدلش ايه الكلام ده كله تاني. تمام، هسميه بقى ايه كولوم. تمام، انا اعرف الاول 25 في 60 عشان اقلل قطاعات الاعمده اللي هي كانت سيف بزياده، اللي هي طالعه 3 ادوار بس. تمام، ممكن اديها كمان 25 في 70، اعمده طالعه 3 ادوار بس مش فيها مشكله، واعتقد هتكون انسي هتكون سيف هتكون سيف في فيهم يعني. تمام، 25 في 50 وتقول له اوكي، خد ده كوبي بقى عشان ايه نعدله على طول. ولكن تروح بقى تغير نسبه التسليح 25 في 70 في 50 عفوا، تدينا قد ايه؟ في 1% على 201، تديها يا باشمهندس 8 سياخ. فتيجي من هنا هتقول له هنا ايه 4. تمام اوكي. طبعا احنا لما نيجي نشتغل بقى شغل على ارض الواقع يا باشمهندس، انت بتبقى عامل تمبلت. تمام، يعني انا اوريك تمبلت برضو انا عامله، انت بتكون بقى معرف قطاعات اعمده، كل قطاعات الاعمده اللي انت ممكن تكون بتستخدمها يعني. تمام، يعني مثلا شغلنا في السعوديه دلوقتي مثلا الحوائط الخارجيه بقت 25 عفوا 35، اقل حاجه في 35. خلاص، فبنبقى عارفين معرفين بقى ايه قطاعات 35 مثلا في 35، قطاعات 35 مثلا في 40، 35 في 50، وبعد كده نروح بقى 20 مثلا، هناك الحوائط بتبقى 20 فبنعمل اعمده 20. بنعمل 20 في 55، 20 في 65، وانت بتبقى محضر بقى قطاعات الاعمده اللي عندك عشان ما تضيعش وقت يعني. حتى احمال الزلازل والرياح والتعريفات وكل الكلام ده احنا بنبقى معرفين تمبلت مدخلين في كل الكلام ده. طبعا سرعه يعني سوق العمل السرعه مهمه فيه. تمام، فانا اروح برضو اعرف قطاع 25 في 60 عشان لو ال50 ده ما صيفش في اعمده ما افكش الحل تاني. تمام، 25 60 في 1% على 201، ادينا يا باشمهندس 8 صياغ برضه. فتمام، تمام، اقول له اوكي. طيب خلي بالك من نقطة بقى، الكود الامريكي قال لك العمود يا باشمهندس بيتحول لحيطة اذا كان طول العمود اكبر من 3 مرات ايه عرض العمود، وده موجود 2 في الكود الامريكي. تمام، الكود السعودي برضو ملتزم بالموضوع ده، ولكن يعني حتى لما بنصمم بالكود الامريكي القيمه ديت احنا بنشوفها قليله جدا. خلاص، يعني القيمه ديت قليله، فاحنا حتى بنروح ناخدها في العادي يعني زي الكود المصري. يعني الكود المصري بيقول لك 5 مرات، فمثلا لو عمود مثلا وليكن عرضه 20 سنتي، 20 في 5 ب 100، يعني لو عدت 20% يبقى حيطة. خلاص يا باشمهندس، انما في الكود الامريكي قال لك 3 مرات، فالقيمة دي قليلة. فالقيمة ديت في الغالب بتقلب اعمدة كتيرة عندك حوائط، والحوائط بتكون مكلفة اكتر من الاعمدة. تمام، ف يعني حتى في السعودية في اشتراطات الكود الجديد ف ما عادش بقى ايه يعني ملتزمين قوي بحتة 3 مرات ايه العرض ده تتحول لحيطة. تفاوض معاهم مفيش فايدة، أصحاب المكاتب وكده مفيش فايدة. فأنا شخصيا أنا هستخدمها 5 مرات. تمام، فبالنسبة لي لما أستخدم مثلا عمود أقول له أد كوبي، وأستخدم عمود 25 في 80، تمام، أنا مش هعتبره إيه المفروض 3 مرات، 5 في 25 يعني 75، فأنا عديت ال3 مرات، فأنا مش هعتبره إن هو حيطة يعني، مش هروح أحوله إيه إن هو حيطة يعني، هسيبه عمود. خلاص، بس انا قلت لك بس المعلومه ديت عشان بس ايه تكون فاهم. فنقول بقى 250 في 800 في 1% على 201، ده يديك 10 تسياخ بس بالظبط، يعني 10 تسياخ بالظبط، نسبه تسليح 1% بالظبط يعني. تمام، فهتسيبها زي ما هي. تمام،
اعرف بس عمود كمان. 25 في 90 دي بالغالب هتكون ايه؟ 12 سيخ. تمام، واعرف عمود كمان 25%. تمام، طبعا انت بتعرف بزيادة يعني، واللي انت تحتاجه تمام ومش محتاجه خلاص يعني. تمام، انا زي ما قلت لك احنا بنبقى محضرين اصلا ده، فلما نشوف 25% دي قد ايه، انت بتبقى محضر بقى الكلام ده. ده محتاج 14 سيخ، فنقول له ايه هنا 7 سيخ. تمام، تقول له اوكي، هعمل عمود كمان. خمسة وعشرين في متر عشرة، 1.1. 25 في متر عشرة يدينا قد ايه؟ 250 في 1100 في على في 1% على 201. طبعا انا كده فارض ايه نسبة تسليح 1%. ممكن عادي نسبة التسليح تزيد عن 1%، اوقات كتيرة بنعملها، بس حاول تعمل القصة دي تزود نسبة التسليح عن 1% في حالة اذا كان الايه يعني المعماري حاكمك يعني. خلاص، يبقى احنا كده يا باشمهندس ايه عرفنا القطاعات بتاعتنا. خلاص، انا كده عرفت قطاعات اعمده، عده قطاعات اعمده. حتى انا هنا مثلا في الكتاب برضو قايل لك اهو، قايل لك لاحظ جميع الاعمده، مثلا جميع الاعمده كانت عندي مثلا باللون الاحمر. تمام، فروحت شفت الكابست ريشيو، وبعد كده يا باشمهندس ايه الكلام اللي انا شرحته بقى، قايل لك بقى ان انت تروح تعرف مجموعة قطاعات اعمدة. تمام، وبعد كده ايه بنروح بقى نكبر القطاع. تمام، فهنقول له بقى ايه ران. خلاص، هو خلص اهوت. طيب، نغير بقى قطاعات الاعمدة ازاي؟ هتيجي تقول له يا باشمهندس ران تاني، مفيش اي مشكلة يعني. انا اعلمك دلوقتي طريقة ازاي تغير قطاع العمود من غير ما تفك الحل، عشان كده انا عملت ران على طول تاني، لان في ناس بتقوم جاية كل تفك الحل وتروح تكبر قطاعه من الصين فريم سيكشن وتديله سيكشن اكبر وتضيع وقت كبير. لا، بص يا هندسة، مبدئيا هتيجي كده على البلان. تمام، انا محتاج ان انا مثلا وليكن اغير قطاع العمود ده. تمام، فهتيجي كده كده كليك يمين، العمود ده كان سيف بزيادة قوي، فانا اروح ان انا عايز اديله قطاع اصغر. فهتيجي من هنا تقول له اوفر رايت، هتلاقي ده الاوفر رايت اللي كنا فاتحينها قبل كده. هتيجي من هنا تقول له بس ايه ادي لي قطاع عمود وليكن 25 في 50 وتقول له اوكي. تمام، شايف الكباستي قلت يا باشمهندس؟ الكباستي بقت بوينت 2. تمام، كانت بوينت 1. تمام، وادي القطاع، لو جيت تبص بيقول لك بقى واخد قطاع 25 في 50. خلاص، فتمام فتمام خلاص كده يعتبر اقل قطاع انت عرفته. لو جيت تتك عليه كليك من تاني 25 في 50 على طول. تمام، يبقى ده خلاص اقل قطاع انا عرفته، والكباست ريشيو زف بزياده قوي، فخلاص انا مش هقلل عن كده. تمام، طيب خلي بالك انت كده غيرت قطاع العمود ده في الدور الاول بس. خلاص، طيب انا يا باشمهندس لو عندي عمود عايز اغير قطاع، اغيره في الدور الاول بس ولا في كل الادوار؟ طبعا انت هتغيره في كل الادوار، ولكن انا قلت لك ان احنا عندنا حاجه اسمها قص اعمده. لما تيجي تبص ده مشروع مثلا عامله، المشروع ده كان فندق، فندق كان 10 ادوار في المملكه. المشروع ده مثلا وليكن عموما بنطلع مثلا اللوحات بالشكل ده. تمام، ده مثلا قايل لك انا الدور البدروم مثلا والدور الاول والثاني انا مديهم قطاع مثلا هنا مثلا كان 40 في 80. بعد كده رحت قللت القطاع في الدورين اللي بعد كده، الدور الارضي والميزان.
تمام، بقى 40 في 70، بعد كده الدور الثاني والثالث 40 في 60 وهكذا. خلاص يا هندسة. طيب قص الأعمدة أنا مش هنصحك بيه دلوقتي، لأن إحنا بنعمل تصميم مبدئي للأعمدة، تمام؟ فإحنا هنصمم الأعمدة وهنغير قطاع الأعمدة. رغم إن يا باشمهندس لما تيجي تبص هتلاقي في أعمدة مثلا من اللي هي أنصيف هنا، هي أنصيف في الأرضي، ولكن لما تطلع فوق تبقى سيف. طيب أنا هغير دلوقتي القطاع في كل الأدوار، وفي التصميم النهائي بقى، في التصميم النهائي لما أجي أصمم العمود بقى على الأحمال الرأسية والجانبية، ساعتها اروح اعمل قص اعمده كل دورين وشيك. يعني احنا حتى اللي احنا بنعمله ده هنا تمام بتعمله برضو على الايتام، بتيجي كل دورين وتغير قطاع العمود وتشوف سيف ولا انسيف. خلاص، فانا دلوقتي هغير في كل الادوار. طب عشان تغير في كل الادوار تمام، مبدئيا انا عايز اغير كل ايه، كل الايه، الاعمده الخارجيه ديت، تمام، ديت وديت، تمام، عايز اغير قطاع. هيبقى كليك يمين، هتقول له اوفر رايت. طبعا هنا يا باشمهندس القيمة اختلفت ليه؟ لأن دلوقتي كان في عندي قطاع عمود أنا غيرته بقى 25 في 50، وفي قطاع تاني 25 في 70، فهو بس القيمة بالنسبة له يعني أنت مختار أعمدة متغيرة يعني، تمام؟ وتديهم القطاع اللي أنت عايزه، ولكن ده زي ما قلت لك أنت كده مختار دور واحد بس، تمام؟ فتيجي من هنا تقول له إيه؟ أول ستوريز، تمام؟ وتختار له دولت ودولت أهوت. لو جيت تبص في الثري دي هتلاقيه مختار لك إيه؟ الأعمدة اللي أنت مختارها دي في كل الأدوار اللي هما الثلاث أدوار بتوعك. خلاص؟ تمام، تك كليك يمين على أي عمود فيهم يا باشمهندس، وتيجي هنا الأوفر رايت وتديهم القطاع الإيه؟ اللي إحنا عايزينه اللي هو 25 في 50، وتقول له إيه؟ أوكي أوكي. خلاص يا هندسة؟ طيب دلوقتي مثلا لو اخترت العمود ده كليك يمين هتلاقيه بيقول لك ده واخد قطاع 25 في 50 والكباستي ريشيو بوينت 3.8. طب لو طلعنا فوق كليك يمين على اي عمود هتلاقيه واخد قطاع 25 في 50، تمام. طيب هو تلقائي بقى البرنامج بيقوم جاي بيرجع لك بعدها وان ستوري، وخلي بالك لما تيجي تستخدم اول ستوريز بعدها على طول رجعها ايه، وان ستوري، عشان ايه ما تعملش مشاكل بعد كده يعني. خلاص، يبقى احنا كده ايه غيرنا قطاعات الاعمده الخارجيه اللي هي كانت سيف بزياده. نخش بقى على ايه، على الاعمده اللي تحت، تمام. تيجي كده على الدور الارضي يا باشمهندس، وليكن العمود ده، العمود ده كان واخد 25 في 70، العمود ده كان انصيف ايه، باقلين. فكده لازم يا باشمهندس لازم تكبر له القطاع، تمام. فانا هروح مثلا هغيره مثلا الاول وليكن في الدور الاول ونشوفه، بعد كده نبقى نغير في كل الادوار، تمام. هتيجي من هنا من اوفر رايت تدي له قطاع اكبر، تمام، ب 10 سم. ابدا ما تدركش من 25 في 70 تروح تدي له 25 في 90، لا، ما ممكن يساف على 80، تقول له اوكي، تمام. وتيجي تشوف كده، لا هو لسه ان سيف، اوفر رايت، دي له قطاع 25 في 90، تقول له اوكي، تمام. هتيجي كده تبص هو ان سيف، تمام، ولكن بقى ان سيف في الكباست ريشيو، ما بقاش ان سيف في الباكلينج زي الاول. خلاص، فده حاجه كويس، ولكن خلي بالك الدلتا ان اس بكام؟ ب 6.5، كبيره جدا. الكباست ريشيو يا باشمهندس لسه كبيرة، يعني 2.3 رقم كبير يعني، فاهمني، معدي الواحد بكتير جدا، تمام. فده هنديله قطاع ايه، قطاع اكبر، تمام. فده على طول مثلا ممكن نديله 25 في 110، تمام. فهو بقى سيف يا باشمهندس في الحالات اللي هي ايه، 1.4 الديد و1.6 اللايف، ولكن لسه ان سيف في الحالات اللي هي 1.4 الديد. شوف بقى يا باشمهندس دي الحاله، يعني الحاله ديت انا ما بشوفش حد بيروح من اللي بيشرحه للاسف، بيعرفه على طول 1.2 الديد و1.6 اللايف، تمام، وبينسوا الحاله دي مع ان العمود ان سيف من الحاله دي. خلاص، فالحاله دي مهمه وخلي بالك منها. خلاص، طب الكباستي ريشيو بقت ايه، 1.25، فهي قربت يعني. خلاص، فهتيجي من هنا يا باشمهندس هروح اديله قطاع 25 في 120، تمام، ان شاء الله هيكون سيف في الحاله دي. بقى سيف يا باشمهندس اهوت، سيف ب 9 من 10، يعني كده العمود اقتصادي وزي الفل. خلاص، يبقى كده العمود حتى لونه اتغير اهو. خلاص يا هندسه. طيب طبعا في سيمتريه، فطبعا العمود ده والعمود ده والعمود ده هيكونوا نفس القصه، تمام. فانا هاجي كده يا باشمهندس هقول له اول ستوريز، واختار لي العمود ده والعمود ده والعمود ده والعمود ده، طبعا هيختارهم لك في كل الادوار، تك بس كليك يمين،
اختلف، لان انت بختار قطاعات مختلفة، اديهم كلهم 25 في متر 20 وتقول له ايه اوكي اوكي خلاص. يبقى انا كده يا باشمهندس كل الادوار القطاع ده واخد 25 في متر 20 تمام، مع انه كان مساف في الادوار اللي فوق على قطاعات اقل 25 في 70، ولكن انا هخلي الموضوع ده في الاخر موضوع قص الاعمدة عشان نكون منظمين تمام، يعني يكون في انتظام كده. خلي ايه موضوع قص الاعمدة في الاخر خالص لما اجي اصمم الاعمدة النهائي، ابقى ايه ابقى عارف ان كل القطاعات مثلا في كل الادوار بقطاع، فانا عايز اقص فابدا ايه ان انا اقص خلاص. طيب خلي بالك هو بس محتاج يعمل ريفريش، هو لسه إيه لو بصيت كده اوفر سترينس بس كليك يمين هيديك ايه، هيديك ان هو سيف يعني خلاص. طيب بالنسبه للاعمده الداخليه ديت، خلينا نجرب قطاع مثلا اوفر رايت، ادي لها مثلا اكبر قطاع برضو تمام، تقول لي اوكي هي لسه انصيف يعني كده محتاج قطاع اكبر من 20 25 في متر 20 تمام. يبقى كده محتاج ان انا افك الحلة واروح اعرف قطاع اكبر كده خلاص. فانا اقول لك على حاجة حلوة يا باشمهندس، هنقوم جايين معلمين عليهم كلهم كده، بس اختار لي الاول اول ستوريز تمام، علم عليها كل الداخلي ده، وهات لي اوفر رايت اديهم قطاع 25 في متر 20 تمام، تقول له اوكي خلاص. ده مثلا بقى سيف لسه ماشي، القطاعات اللي هي لسه انصيف ديت هتكون فرق بسيط، فلو زودنا 10 سنتي هتكون سيف خلاص. بعد كده يا باشمهندس افك الحل تمام، واقول له ديفاين سيكشن فريم سيكشن اد كوبي. بس في حاجه بقى يا باشمهندس، انا اعتبرت ان القطاع هيبقى حيطه امتى؟ لما يكون الطول اكبر من العرض ب5 مرات خلاص، ولكن وفقا للكود الامريكي هيكون 3 مرات. يعني لو انت هتلتزم بالكود الامريكي بالظبط، المفروض كل الاعمده دي بقت ايه، بقت حوائط خلاص. تمام. المهم عشان كده بقول لك لو الجهه اللي هتراجع وراك سامحه بكده فخليها 5 يعني خلاص، لان قيمه 3 دي قليله جدا يعني يعني لو المنشأ بقى 5 6 ادوار، بدأ من 5 6 ادوار كده هتلاقي في حوائط بدأت تطلع معاك يعني خلاص. طيب فانت بتحاول على قد ما تقدر ان احنا نبعد عن الحوائط لانها مكلفة اكتر من الاعمدة تمام، فهتعمل ايه؟ هتزود العرض، اوقات مش هتعرف تزود العرض خلاص، شيل معماري. ففي حوائط بتقلب معاك يعني خلاص. المهم فانا هنا 5 مرات في 25 بيديك كام؟ 125. فانا لو زودت 10 سنتي كمان بكده بقت حيطه خلاص. فانا هنا هروح ايه، هروح ازود العرض، خليه مثلا وليكن ايه 30 في متر 20 خلاص تمام. اوكي اخد من دي كوبي كده بس تمام. هنا مثلا الشغل في مصر عادي ان انت تزود مثلا العمود مثلا يكون اصلا عرضه بارز شعر الحيطه وكده، في اماكن تانية مش مسموح يعني خلاص. اوكي خلاص، علم لي على القطاعات ديت، قول له assign frame section وادهم لي ايه قطاع 30 في متر 20 خلاص يا هندسه. شو الـ objects خلاص، يبقى انا كده اعتبر ايه صممت الاعمده بتاعتي بشكل مبدئي، يعني كل ده بشكل مبدئي تمام. وطبعا إيه لسه هنصممها تاني على الاحمال الرأسية بقى والاحمال الجانبية خلاص. الاعمده المفروض المحاضره الجايه باذن الله هنتكلم على تعريف احمال الزلازل الاستاتيكيه ان شاء الله. هقول لك بس الخطوات في المحاضرات القادمة هتكون عاملة ازاي ان شاء الله. هنبدأ الاول في تعريف احمال الزلازل الاستاتيكية وفقا للكود الامريكي الـ ASCE 716 تمام، وبعد كده هنروح نتعلم ازاي نعرف احمال الزلازل الديناميكية دايناميك، وبعد كده الويند لود ونشوف تمام. طبعا مثلا في منشأ زي بتاعي ده
الاول هشوف الاول حالات مثلا ما بين الاستاتيك والديناميك، حالات عدم الانتظام تمام، وشروط استخدام الاستاتيك والديناميك تمام. ولكن انا افضل في حاله منشأ زي ده ان احنا نستخدم الديناميك اناليسيز على طول تمام. برضه هنروح نعرف الويند لود عشان نشوف يمكن الويند لود تجيب لي احمال اكبر من الزلازل، يبقى نشتغل ويند لود تمام. ولكن في وطننا العربي في الغالب احمال الزلازل هي اللي بتكون كريتيكال يعني تمام. فاحنا الاول هنروح نعرف احمال الزلازل الاستاتيكيه ونشيك، نبدا نشيك على كذا حاجه كده زي الدريفت وزي السوفت ستوري وزي التورشن ريجولاريتي وكذا حاجه، من خلالها هنحدد ان كنا هنكمل استاتيك ولا دايناميك تمام. ولكن حتى لو شروط الاستاتيك اتحققت يفضل ان انت تصمم دايناميك لانه ادق. خلاص يا باشمهندس. وبرضه هنعرف احمال الرياح ونشوف هل هي اكبر ولا احمال الزلازل اكبر، خلاص، وهنصمم على الاكبر اللي فيه. ده مضمون يعني المحاضرات الجايه باذن الله. خلاص، فانتظروا باذن الله. بعد ما نخلص بقى تعريف احمال الزلازل والشيكات بتاعتنا والكلام ده، هنروح بقى نصمم الاعمده وحوائط على اللاترال لود بقى والفيرتيكال لود تمام. وطبعا في تفاصيل كتيرة جدا جوه كل الكلام اللي احنا بنقوله.